تواصل لتساقط الأمطار خلال يوم الثلاثاء وإلى غاية يوم الأربعاء كذلك يوم الخميس إن شاء الله. أمطار بحول الله ستخص الواجهة الساحلية تحت وقع رعود كذلك ثلوج على المرتفعات والقمم الجبلية التي يزيد علوها 900 متر إلى غاية 1000 متر. الثلوج ستمتد خلال يوم الأربعاء إلى منطقة بشار أقول على سبيل المثال جبل عنتر، إذن ثلوج ستخص كل هذه المناطق. أجواء مشمسة على ولاية تندوف الصحراء الوسطى إلى غاية أقصى الجنوب، أما عن درجات الحرارة دائما في انخفاض على شمال الصحراء كذلك المرتفعات والهضاب وحتى على السواحل. وش جو؟ من بيت برا ان شاء الله. خلاص باصينا باصينا حبيبي. دور الدورة. ايش مسك الدار الا هنا طبطب وادخل. Thank you.
اش تشوف؟ يا